ممكن تعرفينا اسمك عمرك؟ اسمي نوفا حمدان موسى، مواليد 69. من أي مدينة في سوريا؟ مدينة حمص. شو السبب أنكم غادرتوا سوريا؟ تجينا مداهمات وصار ضغط علينا كثير، وأنا جتني قذيفة على البيت، حطت البيت فوقنا، اضطرينا أنه نطلع. أول مكان توجهتوا فيه للأردن وين كان؟ الزعتري. قديش قعدتوا في مخيم الزعتري؟ تقريبا شهرين. طب عدد أفراد الأسرة؟ 7 أشخاص. يعني أنت و... 4 صبيان وبنتين وأنا. أو زوجك؟ زوجي استشهد. الله يرحمه. كيف الظروف كانت في مخيم الزعتري؟ ممتازة. كيف الناس وأوضاعهم في المخيم؟ ماشي الحال كويس. كيف خرجتوا من المخيم؟ خرجنا تهريب. في طرق ثانية يخرج اللاجئين من المخيم للأردن؟ في إذا حدا يتكفلهم. في عندك كفالة أنت حاليا؟ لا، لأني حاولت أعمل كفالة، نصب علي ما عاد قدرت إني أسوي كفالة. كيف انتصب عليك يعني؟ أعطيت واحد إجاني قال لي إذا بدك كفالة مشان تطلعي، كان معي شوية مصاري أعطيته وراح ما بعرف عنه شيء. قديش دفعت المبلغ؟ أخذ مني 300 دينار. 300 دينار أردني وما نفذ الكفالة. هذا وأنت في داخل المخيم ولا خارج؟ لا، بداخل المخيم. مين الوسيط؟ كان سوري أردني؟ أردني الوسيط. طب وأنتوا في داخل المخيم في حدا اعتدى عليكم وتعرض لكم بأي إساءة؟ لا. يوم خرجتوا من المخيم هل حصلتوا على بطاقة أمنية؟ حصلنا. الأطفال في المدارس ولا؟ عندي بس الطفل هذا بالمدرسة. والبقية؟ بقية من عدا مدارس. شو السبب؟ السبب ما في إمكانيات إني أدرسهم. طب المفوضية مش مهتمة فيكو؟ المفوضية تعطي مواد غذائية بس. طب الحين السكن كيف؟ المعيشة كيف عايشين؟ ماشي الحال الحمد لله عايشين. من وين بتدفعوا أجار السكن؟ عندي هذا يشتغل بالحسبة. قديش عمره؟ عمره 14 سنة. وهو خارج المدرسة؟ خارج المدرسة. طب في أشياء ثانية يعني مؤسسات أو جمعيات أو منظمات دولية بتقدم لكم خدمات؟ لا، لأنه بالصدق ما في أي جمعية. طبعا هي بالنسبة للأوضاع الصحية في عندكم مشاكل صحية أنتوا أو أفراد العائلة؟ لا، ما عندي غير هذول الأطفال اللي حكيت لك عنهم بس بدهم. شو وضعهم؟ وضعهم إجتهم قذيفة و... 2-3 منهم، واحد مبتورة ايده وهذا اللي ايده مشوهة، والصبي هذا ايده اجره. طب في تقارير طبية بتدلل انهم بدهم علاج؟ انا طلعوا عطوني بالمخيم تقارير لهم، عطوني الاثنين الكبار، الصغير قالوا لي ما له حاجة، يعني ما في حاجة للتقرير، تقريرهم ما في. طب شو التكاليف العلاج لهم؟ سألته؟ ما قدرت أسأل، سألت مشان هذا، مشان معه زوائد ولوز، بده 450 دينار، ماني حمل إني. طب أنت وضعك الصحي كيف؟ وضعي الصحي تمام الحمد لله. طب شو الرسالة اللي ممكن أنت توجهها لأي شخص إنه على أساس يكفلكوا من الأردن؟ أوجه له إن شاء الله الله يوفقه زي يكفلني و... والله يوجه له كل الخير إن شاء الله، ويخلي الملك إن شاء الله ويطول بعمره، لأنه لم السوريين عنده وعاشوا بأمان عنده. طب أعطينا في سؤال لو توجهنا فيه، كيف كانت معاملة اللاجئين، معاملة السوريين في سوريا للاجئين العراقية والفلسطينية في سوريا في الزمان؟ احنا زمان ما بنعرف، بس حاليا لما احنا والفلسطينيه واللي كانه اخوه، يعني ما في تفرق بيناتنا.
طب شو شعورك انت وانت في الاردن هاي كلاجئه سوريه؟ انا ما احس حالي اني لاجئه، احس حالي من اهل البلد لانه ما حدا اساء الي. طب في حاله لا سمح الله انه مثلا التجأ الاردني لسوريا، شو ممكن انتم تقدموا خدمه له؟ كل شيء نقدر عليه نقدم له الاردني. في عندك اي شيء او رساله ممكن انت توجهيها للشعب الاردني، للعربي، للغربي؟ الشعب الاردني ادعي له الله يوفقه، والله ان شاء الله ينصره على من يعاديه، يوجه له الخير وين ما توجه.